عبر على ضمير الشعب التونسي اللي ندد بالمجازر التي قاعده ترتكب فيها اسرائيل، وخاصه بصمت العالم اللي يدعي التحضر، وخاصه امريكا، وبما ان احنا هنا بحضر السفاره الفرنسيه وفرنسا اللي تساند في العدوان وتعارض وقف اطلاق النار اللي هو ضد جميع معناها الشرائع الدوليه، مع قتل الاطفال وقتل النساء وضرب المستشفيات وضرب المدارس. هذا جميع الشرائع الدينية والمدنية والإنسانية معناها تندد به وتعارض به. إذا الشعب انفلقت نجم نقولوا باللغة نتاعنا، يحب يعبر أقصى ما يمكن على الغضب نتاعه والسخط نتاعه، وأقل شيء يطالب به هو طرد السفير أو غلق السفارة الفرنسية أو وتجريم التطبيع. وندد بالمناسبة لأن فشل البرلمان في تمرير معناها قانون تجريم التطبيع اللي هو مطلب شعبي ونادى به الناس كل من بداية الثورة إلى الأيام هذه. معناها نحييو الشعب العربي والشعب التونسي اللي مازال في قلبه القضية حية، ونحييو الشهداء ونحييو ونتمناو أن يواصل النضال نتاعهم ويفتحوا المعابر ويدخلوا الإعانات على الأقل الإنسانية. إذا كان ما نجموش يحركوا الجيوش ويحافظوا فيها لحماية عروشهم، على الأقل يخليوا يتركوا معناها المعابر تفتح للغذاء وللدواء، وهو أقل شيء يطلب من هذه الحكومات العربية المتمكنة من السلطة في هذه البلاد. العادة كل نهار جمعة نخرج في مسيرة من جامع الفتح مساعدنا للشعب التونسي، وهذا شيء ماهوش غريب علينا نحن كتوانسة، فهمتوا؟ لا ما نزايدوش في القضية الفلسطينية، ونحبوا الشعب الفلسطيني مزروع في دمنا من اللي تخلقت القضية، يعني ماهوش غريب علينا كما تراو. حتى الأطفال وحدهم فهمتي لا تلقائيا يناديوا مساندين للشعب التونسي للشعب الفلسطيني، وخيالنا ذوكم ونعيشوا القضية معاهم لحظة بلحظة ليل ونهار، وما نسمش نبطلوا على الاحتجاجات هذه والضغط هذه حتى ربي سبحانه وتعالى يفرج عليهم ويرفع عليهم الحصار، وخاصة رفع الحصار وإدخال الأدوية وكذا، والمسيرة مستمرة إن شاء الله. نحن ديما نساندوا فيهم فهمتي ولا بالضغط، وهما طلبوا منا باش نهبطوا، هبطنا. نحن ما أكثر من المساندة ما عندنا ما نعملوا. يطلبوا منا كشعوب عربية وكذا باش نساندوهم بالمسيرات، نضغطوا على حكامنا باش هما يضغطوا على أنظمة العالمية، نحن أنا هبطي. فهمتي ولا، وربي إن شاء الله ينصرهم، وربي إن شاء الله ينصر خيانا في غزة ويرفع عليهم الحصير ويرفع عليهم الحصار إن شاء الله في أقرب وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحركة اللي عملوها مقاومة في غزة بدلت الحالة في العالم العربي كليكا، وغيرت المفاهيم وأنجت وعي، وهذا يعني تاريخ المقاومة هذا راهو طويل برشا طويل برشا، والميدان هو اللي يحسم المعارك. المعارك تتحسم في الأرض ما تتحسمش في الجو، فهمني؟ والحمد لله المقاومة قاعد تربح في اللي تكسب في الأرض
قدام العدو اللي قاعد يهدم في الديار. المسألة احنا عشنا 20 عام القوات الأمريكية في أفغانستان ترسلتها الكليكة وروسيا قبلها ترسلتها الكل خسرت في أفغانستان قدام في الحرب البرية، كذلك جات أمريكا لأفغانستان خسرت في الحرب البرية ترسلتها الكليكة. واليوم المقاومة بادرت، حاجة الباية أنها ثلاثة حروب إسرائيل تبادر بالقتل، لكن المقاومة المرة هذه بادرت بادرت وخذت نقطة، خذت ليلون معناها خذت تيران، وأصبحت معناها الغلاف اللي كان محمي عنده جي 20 عام ولا 30 بالواحد أصبحت المقاومة تدخل وتخرج فيها. إذا تيران كانت المقاومة تتحرك في تيران 20 40 متر مربع، ولا تتحرك في تيران في تيران قيمتها 60 متر مربع. لذا هذه بداية النصر، لكن شكون اللي باش ينتصر في الأخير؟ هو اللي عض، هو اللي عض على صبعه، هو اللي يقبل الجرح. الجرح معناه وقت اللي ينزف يبدا ينزف، اللي ينزف جرحه أكثر هو اللي يربح الميدان. فهمني؟ وإسرائيل ما في ساعة ما تسقط، ولكن الوعي هذايا التحرك للشارع هذايا وعلى المواقع هو اللي خلى الوعي يدخل يدب في بريطانيا وفي ألمانيا وفي كذا، حتى ولوا يتحركوا أكثر منه، وفي الكونغرس وفي غيرها وفي غيرها. لذا إسرائيل هي بداية الانهيار لإسرائيل، وإن شاء الله الشعب التونسي تمم على اللي بدأ في معناها دعم المقاومة حتى لين ينتج جيل آخر، لأنه بن علي طيحة جيل بتاع اللي ربه هو الجيل هذا سيسقط إسرائيل، وإحنا باش نمشيو على روحنا رب السلام، والعملية ديما تواصل هذيك هي رب سبحانه وتعالى. ربي ينصرهم الأطفال الصغار من الموت، وربي يرحمهم إن شاء الله، وكهو إن شاء الله تنتصر فلسطين، إن شاء الله تنتصر فلسطين. والله جينا أقل حاجة نجمو نعملوها أن نعبروا على الغضب اللي فينا، سندنا بكل ما نستطيع، سندنا بالمال، سندنا بالدعاء، لكن هذا لا يكفي. خذول حكام العرب هي اللي خالت الحالة توصل للدرجة هذية، خذول وخنوع جيوش العرب هي اللي خلت إسرائيليين الصهاينة يتمداوا ويقتلوا ويشنعوا ويدمروا لا إنسانية ولا شعائر سماوية ولا حتى أبشع الحاجات الحيوانية أصلا ما ترضاش. اللي صاير في الأطفال في غزة واللي صاير في السكان في غزة قنابل بالطرانت، ألاف الشهداء. لكن نحن اللي نتأسفوا اللي عنا حكام كي من هذا، نتأسفوا اللي عنا جنود كما قال الآخر سرابس يتحدوا للزينة فقط، سرابس يتحدوا للفرجة فقط. استعمالهم ما يكون كان ضد المسلم ولا ضد الشعب نتاعو، أما استعمالهم لتحرير فلسطين ولا استعمالهم لمساندة إخوانهم في الإنسانية، ما نحكيش إخوانهم في العروبة ولا بالإسلام، إخوان في الإنسانية فقط. أطفال، آلاف الأطفال، آلاف النساء اللي يستشهدوا كل يوم على منظر ومسمع كامل العالم. ما مساندتنا اللي يحبوا نوصلوا الرسالة أولا لشعبنا في غزة اللي راعوا تمم مكمش وحدكم، والدليل على ذلك قضيتكم استرجعت النفس نتاعها كي تشوف تلقى شبيبة صغيرة أولاد صغار اللي ما كانش يعرف معناها فلسطين وما كانش يعرف القضية الفلسطينية، جاي اليوم بكل حماسة وبكل حب انه عبر على تضامنه مع الشعب الفلسطيني مع الغزاويين، وربي ينصرهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا ندوا بالجرائم الصهيونية، هذه الجرائم والاعتداءات الوحشية والفاشية على غزة وعلى أخينا في فلسطين، والجرائم هذه اللي هي ترتكب على هاتف سيبلي على الأطفال وعلى المدارس وعلى المستشفيات وعلى المساجد، قاعدة تقتل في النساء، يعني أكبر عدد متاع قتلى يستهدفوا فيهم هما من الأطفال ومن النساء ومن طاقم طبي وشبه طبي.
ومن شيوخ وشيوخ ونساء. فالعدوان هذا عدوان غاشم، ونحن كتوانسة دم واحد وقلب واحد مع أخينا في فلسطين، ونبكيو عليهم بدموع الدم، ونجيو اليوم باش نعديو ثلاثة رسائل هامة، رسائل باش نتضامنوا مع شعوب العالم ضد الهجمات هذه، معناتها ضد الهجمات الإجرامية والوحشية على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق. وميساج واحد آخر للشعوب الحكام العالم باش يعني تقول كلمتها، كلمة الحق، وتفعل القوانين متاع القوانين العالمية باش ما عادش باش يوقفوا الحرب اليوم قبل الغدوة. وميساج الثالث وننهيه هو الحكام المسلمين والعرب باش يتضامنوا ويعديوا كل ما هو دواء ومؤونة وغازوال للشعب الفلسطيني. الوقفة الاحتجاجية نتاعنا اليوم هي عندنا 27 يوم وإحنا نقفوا لهنا ونعبروا على احتجاجنا ونعبروا على سخطنا وغضبنا على الأنظمة العربية اللي خذلت المقاومة. المقاومة اليوم قاعدة تقوم بعمل جبار، لكن الله غالب عندنا أنظمة معناها عميلة، أنظمة مستكينة معناها للظلم. وهذاك علاش اليوم الغزاويين قاعدين يعانيوا وقاعدين تحت القصف وتحت الإبادة. إحنا نحاولوا نعليوا صوتنا للعالم اجمع، نقولوا راهو ثم اباده، وين هي الانسانيه اللي تناديوا بها، وين هي الديمقراطيه والحريه. اليوم شعب كامل قاعد يتباد، والعالم كامل بامريكا زعيمه الحريه اليوم ولات زعيمه الارهاب، زعيمه الارهاب هي اللي تقود في الارهاب في العالم. اليوم وخيانا الفلسطينيين قاعدين يذبحوا والعالم قاعد يتفرج. اقل شيء احنا قاعدين نهبط كل يوم نعبروا على الغضب نتاعنا وعلى السخط نتاعنا، وهو اضعف الايمان. وان شاء الله ربي ينصرهم ويثبتهم، وهم ماشيين في طريق صحيح بالأنظمة ولا بلاش.